بدنا نحكي بدنا نقول بدنا نخاطب كل العقول في كل شارع وبكل بيت في قصة شي مو معقول. هي صاحبنا أبو عبدو وهي جارو أبو حدو بدن يحكوا لنا شو عندن كل يوم عندن قصة وقول. هي صاحبنا أبو عبدو وهي جارو أبو حدو بدن يحكوا لنا شو عندن كل يوم عندن قصة وقول. قصة صغيرة وفيها عبرة فيها فرحة وفيها عبرة يا ربي تنصر هالثورة وخلصنا من هالمجنون. قصة صغيرة وفيها عبرة فيها فرحة وفيها عبرة يا ربي تنصر هالثورة وخلصنا من هالمجنون. شرف عمي، هذا هو المحل. بسم الله. إيه مالي شايف شي؟ لك وين الضو؟ شبان أبو عبدو، لسه الدنيا نهار، ليكون خترت وما عاد تشوف. الله يسامحك يا مهند، والله ما حبيته منك بنوب. ايه روق روق أبو عبدو، عم نهز الورد. شبانة اشغل لي هالضو وخلينا نشوفه بلا كترة حكي، تضرب انت والمزح تبعك. وهي شغلنا لك الضو. ايه ها هلا بين معي المحل منيح. ايه وان شاء الله عجبك. لا تمام التمام، بس انه يعني بس شو؟ محل كامل مكمل، عدة حلاقة كاملة من الشفرة للماكينة للشامبو. مزبوط كلامك، بس المي يا اخي المي شو اخبارها؟ في خزان عسقيفة بيسع 5 براميل. تمام التمام، توكلنا على الله. اخي المساء انا بمرق لعند ابوك وبتفاهم انا وياه ان شاء الله. ان شاء الله. انتقل محلنا لبعد 200 متر حارة 7 نزلات. العمى شو نقل يعني يا ابو عبدو؟ يلا لنروح شوف شو الترتيب. وكنا رح نروح فيها يا عمي ابو النور. لك بس فهمني شو اخذك معه. لك ايش بيعرفني؟ لك وكل ما اقول له شي ببلش على احكي له ابن خالتي واحكي له ابن خالتي وهداك بيفتح له. بس قول الحمد لله ان الشرطة ما عفطتنا. لك وين الشاي يا ولد؟ تفضل تفضل ارتاح عمي ابو النور، تفضل ارتاح. لك ما بتعرف انه هذا الامر ما بيجوز؟ لك ما بيجوز يا اخي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا مساله عن شيء فساله عن شيء فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. الله اكبر، معقول الحكي؟ اذا كان مو معقول لكان معقول اللي ساويتوه انت وابو حده وابن خالته وابن خالته لحديث كتيرة بهذا الباب. الله لطف فيكم ما أخذوكم الشرطة كمان أنت وابو حده وابن خالته. عمي أبو النور وابن خالته. لك وابن بطيخه. لا لا عمل لك ابن خالته. لا خلصنا باب عبدو رح أضربك. بتمون عمي أبو النور بتمون. لك شو صار بالشاي يا ولد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ها هذا هو ابن خالته. شبنا أبو عبدو شي على الحكي؟ فهمنا خير عمي أبو النور. شو عم يحكي عليها المنظوم اللي جنبها؟ لك هلا وقبل كل شي احكي لنا هات لي شو. ايه اعطيه اعطيه. شو بدي اعطيه؟ ايه جب علي قصده احكي لي. ايه احكي له، بس قبل ما تحكي له استنوا بس دقيقة. لك شو صار بالشاي يا ولد؟ لك شو بدي احكي لك يا أبو النور؟ شو بدي احكي لك؟ كيف بتاخده أبو عبدو لعند المشعوذ؟ هات لي شو. لا يا أبو عبدو لا بسرعة، نشرت الخبر مو على أساس بيناتنا وسر. أنا ما حكيت شي، بس ما في شي بيتخبى. هلا اتركنا من أبو عبدو لأنه ما دخله، أنا دريت لحالي. لحالك؟ لكن أنت أكيد بتعرفه لابن خالتي اللي بيعرفه للشيخ اللي كان تبع البوزة بجوز طلع بيعرفه كمان. تكشبه هاد شو صار له؟ عم قول بتعرفه لابن خالتي يلي بعرفه وبدي ياك تعرفه أنت كمان إنه أنتو مالكن صغار ولازم تكونوا بتعرفوا انه هدول المشعوذين بضحكوا على الناس باسم الدين وبيدعوا انهم بيعلموا بالغيب وما بيعلم بالغيب يا ابني الا الله. لك انا قلت له من البدايه انه هذا مشعوذ كذاب. لك هدول الدجالين بيسرقوا الناس بيضحكوا عليهم وياما خاربين بيوت عمرانه بسبب جهل الناس وطيبه قلبهم. والله كل الحق على ابن خالتي. بسبب ابن خالته كنا رح ننعفط ونروح لبيت خالتي. ها وهذا كمان
وين بدنا نروح منه؟ لك مين هاد؟ الظاهر أبو عبده بده يعزمنا على بوزة. تفضل تفضل يورجيكم المحل. لك شو صار بالشاي يا ولد؟ لك أبو عبده، شو ناوي تغير مصلحتك يعني؟ من بيع فول لحلاق؟ شو غير ما غير؟ أصلاً هاي مصلحتي الأساسية أباً عن جد. قصدك الفول والفلافل ما هي؟ لا يا حبيبي، لحلاقة لحلاقة كارنا من يوم يومنا نحنا. قصدك الفول والفلافل، لأني بتذكر إنه هيك قايل لي وقت فتحت محل الفلافل هداك. لا شو فول وفلافل ومسبحة أنت التاني؟ لك عامل لك لحلاقة لحلاقة. أنت يا أبو عبدو مصلحة لحلاقة أحسن لك لأنه بتحكي كتير، وهيك مصلحة بلا واحد مثلك. لك شو صار بالشاي يا ولد؟ ولا بتحبوا تشربوا شي تاني جبلكون؟ لك صراعتنا على وين الشاي وين الشاي وشو صار بالشاي؟ إنه اللي بدي يفهمه وين الولد اللي صار لك من أول ما جيت وانت بتقله على وين الشاي وشو صار بالشاي وحط الشاي؟ ما ترد ولا لسانك أكل القط؟ لا بيكون على النار، أكيد على النار. هلأ الولد على النار؟ الولد وينه؟ ايه مزبوط ذكرتني. لك أبحده؟ وين الولد اللي كنت بدك تجيبه يشتغل عندي على أساس؟ أي هذا الحكي صار له أكتر من سنتين، أيام ما كنت حضرتك تبيع بطيخ. ها سمعت عمي أبو النور؟ على مين الحق بقى؟ أنا أحسن شي امشي من هو، خليني روح أحسن لي. السلام عليكم. شو هاد يا أوريك مجنين؟ طول بالك. طول بالك عمي، شو وين راحت أبو النور؟ عجبك هيك لك أبحده؟ اطفشت للزلمة. هل أنا اللي طفشت للزلمة؟ ايه يا سيدي انت اللي طفشته. بعدين انت شو بدك مني؟ يعني تركت لك الحارة كلها وما خلصت منك يا زلمة؟ انا لك انا ما فيني استغني عنك يا ابو عبدو. بعدين حاطط لي حضرتك لافتة على المحل هداك، كاتب لي عليها انتقل المحل لبعد 200 متر. ايه مزبوط، بس شفت لي على هالخط يا سيدي؟ قلت لحالي ما حدا رح يفهم عليه، بس الظاهر انت ابو حدو دارس برا شي لحتى فهمت عليه، ما هيك ابو حدو؟ قلت لي دارس برا ما؟ ايه لكان، لانه هي انت اللي ما بتفهم فهمت على خطي، فاكيد الناس كلها راح تفهم عليه. ما شاء الله عليك شو فهيم. لك حاطط لي انه بعد 200 متر وهو المحل بعد 3 كيلو متر، بعدين هداك محل فلافل وهذا حلاق، فكيف زبطت معك يا فهيم؟ لك ايه ما فرقت كتير حط بالخريج. هلا فهمني انت ليش لاحقني لهون؟ لك نسيتني يا ابني الحلال، بدي اياك بكره تروح معي مشوار. حل عني يا حل عني، لسه مشوار ابن خالتي ما نسيته. لك مشيها ابو عبدو، هالمره رح اخذك مشوار تنبسط مني، لا شعوذه ولا دجالين. طيب هات احكي لي لوين هذا المشوار؟ انت فضي لي حالك، بكره الصبح مر لعندك وباخذك معي. يلا السلام عليكم. مالي رايح ها، مالي رايح لحتى اعرف لوين. خلاص لبكره، لبكره الصبح بحكي لك. لا تجي اخي لا تجي، مالي رايح. لك وين الشاي يا ولد؟ لك شو صار بالشاي؟ وين راح كمان الولد؟ صاحبنا غير مصلحته بايده ما صب ايده مشطو، ابو عبدو غير لي كارو خايف يقلل مقدارو، لحده اطش له دانو والتاني عور له عينه، بيفتح محل وبكير بيستقبل كبير وصغير، دارو دارو لفو دار، ابو عبدو مثله ما صار، ابو عبدو مثله ما صار.